ودائما مع الطبيعة ولحظة مع الفقرة البيئية الأسبوعية نادية اليوبي، مرحبا. أهلا بك جد. ولعل بداية الحديث سيكون عن مطارح نفايات العشوائية في المغرب وما أكثرها تداعياتها على الصحة العمومية، على الفرشة المائية وعلى جمالية المكان أيضا. نعم، ولكن في البداية يجب أن يتحدث عن النفايات. ما هي هذه النفايات؟ هي جاد مواد سامة لم تعد ذات فائدة بعد إن تم استعمالها. هي مواد نتجت من عملية معينة سواء كانت بيولوجية أو صناعية، وفي حال عدم التعامل معها بشكل ملائم تشكل خطرا على الصحة وتهديدا للبيئة. تتفاقم هذه الآثار السلبية مع تجمع النفايات المنزلية أو الصناعية بشكل عشوائي على مستوى المطارح غير المراقبة. إذا لتقريب هذه الفكرة جاد، نسوق مثالا لمطرح عشوائي بحد السوالم، مطرح لا يشبه غيره من المطارح لأنه مجال غابوي انتهكت حرمته منذ أزيد من 7 سنوات. 3 جماعات تابعة لإقليم برشيد تلقي يوميا بأكثر من 300 طن من النفايات، ناهيك عن 78 طن تلقي بها أسبوعيا المنطقة الصناعية التابعة لحد السوالم. تصوروا معي طبيعة هذه النفايات وتأثيرها على الفرشة المائية والساكنة المجاورة للمطرح. تحقيق في هذا الموضوع أنجزه حسن الأحمدي رفقة يوسف الغازي. عند محطات الأداء لحد السوالم لن تمر دون أن تأخذ نصيبك من الروائح الكريهة. مجال غابوي يحتضر. في البداية كنا نعتقد أنه تابع لإدارة المياه والغابات، لكن تبين أنه في ملك الدولة. فضاعة المشهد دفعتنا إلى طرح السؤال، كيف يعقل أن تتحول الغابة إلى مزبلة؟ غابة زبالة شغنقول لك؟ لا راه ما خاصهاش تكون أصلا، ما خاصهاش تكون. واحد 5 سنين هذه وكنشوف هذه الزبالة، وكنشوفها فوق الشتاء ووقت البرد المشاكل اللي فيها. وحدة أخرى بغيت نعطيك، وهي ها هي زبالة والغابة حداها وكاينة العافية. جريمة تقترف في حق البيئة والغابة كذلك. أكثر من 3 هكتارات من الأراضي الغابوية تغتصب يوميا في غياب أي حلول لدى المسؤولين لتخليص هذا المكان من آلاف الأطنان من مختلف النفايات. الصورة تزداد قتامة كلما توغلنا داخل هذا المطرح العشوائي. ما تبقى من أشجار الكاليبتوس يصارع مختلف الملوثات. محمد بن جلول مهندس دولة وخبير في المجال البيئي سبق له أن قدم مشروعا يخص المطرح. صالحنا هو يكون مركز ديال فرز النفايات، وسهل مركز فرز النفايات ما بين طبقا للقانون 28.00 حرام وعار باش ان يكون مطرح عشوائي اي اون ديشارج سوفاج في وسط هذا المجال الغابوي يتعمل الإعادة الهيكل ديالها. لكن المشروع بقي حبرا على ورق في الوقت الذي نعاين فيه وبالملموس المواد السامة التي تلقي بها المنطقة الصناعية. ما يقارب 78 طنا من النفايات تلقى هنا أسبوعيا. يمكن أن تجد الحيوانات وهي نفقة تؤتت المكان. تصوروا معي كيف سيكون حال ساكن الدور ولا الجامع. الماء المادة الحيوية تعرضت هي الأخرى للملوثات. الماء شي الماء هاد الزباله خرجت حتى على صيرني، مشينا نشريو من نشيبو منها الماء ولقيناها البنه ديال الزباله ولات فيها. مع الزباله ديال الكميات كيجيبوا لنا المخيب الواد الحار، الكمي ديال الواد الحار وديال الصباغه وديال البيبي. حنا دابا راه 15 يوم حنا اساسين تما كنحبسين هاد الكميات. جماعة حد السوالم لوحدها تلقي يوميا ما يزيد عن 110 أطنان من النفايات. أما جماعة الساحل والدحريز والسوالم الطريفية فتلقيان أكثر من 200 طن يوميا. الحل هو بناء سميتو إحداث مطرح إقليمي يكون كيستجب فيها المعايير كلها المعروف بها في هذا الميدان هذا البيئي، لأن الجماعة ماشي في مقدور ديالها بوحدانات دير هذا المشروع هذا، لأنه كيطلب إمكانيات كثيرة والجماعة ما عندهاش هذه الإمكانيات. واحد النقطة اللي تقدم بها السيد العامل حول الموافقة المبدئية للمجلس الإقليمي من أجل اقتناء عقار، واحد الوعاء عقاري اللي غادي تكون فيه مطرح النفايات على المستوى الإقليمي. وهاد العقار تم الاختيار ديال واحد السيت. هو اقتراح فقط. كم سيتطلب الأمر من الوقت لإحداث هذا المطرح المهيكل لإنقاذ الغابة والمجال الذي يضم الإنسان والحيوان على حد سواء؟
أما الأكياس البلاستيكية فهي تنتشر في حقول ولاد حريز مثل داء السرطان، وهنا تبدأ معاناة الفلاحين عند انطلاق موسم الحرث. نادية، صور مؤسفة تحتاج إلى رثاء طبيعة في وقت يمكن الحديث عن مطارح عمومية أكثر تنظيما، فيها تتم تدوير النفايات ويتم استغلال تلك النفايات. نعم، يمكن أن نتحدث هنا جاد عن هيكلة هذا القطاع، وقد دخل المغرب في هذه التجربة منذ السنة الماضية من خلال هيكلة مجموعة من مطارح النفايات، كمثال مطرح وجدة ومراكش، لا زال لم يشرع العمل بهما، لكن الآن نتحدث عن تجربة مغربية رائدة من خلال استعمال هذه النفايات، وإن كانت سامة كما سلف الذكر إلا أنها تصبح نافعة عندما تستغل بشكل معقل، كمطرح فاس الذي دشن السنة الماضية والذي يعتبر أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات المنزلية. فاس تنير اليوم جاد شوارعها عبر محطة توليد الطاقة المتجددة النظيفة. هذه التقنية تعتمد على استعمال الغاز الناتج من مخلفات المنازل لإنتاج 1 ميجاوات، وذلك بقصد توفير الإضاءة للبيوت وشوارع المدينة. القيمة الاستثمارية لهذا المشروع وصلت إلى قرابة 10 ملايين يورو، في انتظار بطبيعة الحال في انتظار جد أن يشرع العمل بمطرحي وجدة ومراكش لإنتاج الطاقة النظيفة. كان ممتعا أن ننهي نادية الفقرة البيئية بهذه الصور المتفائلة وهذه الأخبار صراحة حول مطارح أكثر نظافة. وقبل توديعك، لا بأس من التعريج على مواعيد إيكولوجية. نعم، قبل أن نتحدث عن المواعيد الإيكولوجية أشير هنا إلى أن الغطاسين بالمحترفين بالفنيدق سبق وأن أعلننا عن نشاطهم للغوص بغرض انتشال شبكة من أعماق البحر، لم يتمكنوا من ذلك لأن أحوال الطقس ولأن التيارات البحرية كانت قوية، لكن هذا الأسبوع 10 من الغطاسين المحترفين وبالرغم من صعوبة التيارات في منطقة بليونش قرروا أن يغوصوا في 27 من هذا الشهر لانتشال شبكة من عمق البحر. هذه الشباك تتسبب في نفوق الأحياء البحرية. أما جمعية سيرف رايدر وبشراكة مع نادي الفصول الأربعة للبيئة التابع لدار الشباب الحي الحسني بأجادير سوف تنتقل إلى المخيمات الصيفية لنشر الثقافة البيئية وسط أطفال المخيمات بداية من 23 من شهر غشتن الجاري، آخر موعد من سيدي قاسم. مع اقتراب عيد الأضحى تنظم جمعية مغرب أصدقاء البيئة من 4 إلى 10 من شهر شتنبر عملية عيد أضحى نظيف بالساحة المقابلة للخزانة البلدية بسيدي قاسم. نعود مشاهدين الكرام لنذكركم مرة أخرى أن هذه المواعيد إضافة إلى ابتكاراتكم وإبداعاتكم في المجال البيئي، أساليبكم أيضا في الاقتصاد في الماء والكهرباء، كل ذلك لننتظره منكم لتبعثوا به عبر البريد الإلكتروني citoyen-ecolo@duzem.ma وعبر عنوان صفحتنا على الفيسبوك duzem.بيئة. هذا كل ما لدينا جات في النافذة على البيئة، لكن أخبارك أنت ما زالت متواصلة مع المشاهدين. وللبيئة نافذة أخرى الأسبوع المقبل إن شاء الله. نادية اليوبي.